شهدت مدينة تعز مسيرة شعبية جديدة ضمن حركة الاحتجاج التي تشهدها المدينة للأسبوع الرابع على التوالي للتنديد بفساد السلطة المحلية. وفي تظاهرة اليوم جدد المحتجون مطالبتهم بإقالة المسؤولين الفاسدين ومحاكمتهم وضمان توفير الخدمات الأساسية. ورفع المحتجون قائمة بمطالبهم إلى مكتب محافظ المحافظة وسط تهديد بتنفيذ المزيد من خطوات تصعيدية تم وصفها بالكبرى في حال لم يتم تلبية مطالبهم. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الخبر ينضم معنا عبر الهاتف الناشط الشبابي طلال الشرجبي. أهلا وسهلا بك معنا طلال. إذن الحركة الاحتجاجية في شوارع مدينة تعز في تصاعد مستمر للمطالبة بإعادة طلبات أعلن المحتجون من ضمنها محاسبة الفاسدين داخل السلطة المحلية، لكن هناك من ينتقد تصرفات بعض المحتجين الذين يحاولون ربما اقتحام بعض المؤسسات وافتعال أعمال شغب، كيف ترى لهذه الانتقادات؟ مرحبا بك أخي الكريم. اليوم تعز تغادر استراتيجية السكون إلى ديناميكي التغيير والثورة ضد الفاسدين، وها هي الاحتجاجات السلمية تدخل شهرها الثاني بصمود الإرادة الثورية المطالبة برحيل جميع الفاسدين في السلطة المحلية دون استثناء. فسبع سنوات انعجاف تؤكد أن 40 حرامي يقودهم علي بابا في تعز، فالفساد بتفشي في تعز من ديارات وتعز بلا خدمات، لا ماء لا غاز لا كهرباء لا صحة. فتعز يخلقها الحصار من الداخل ومن الخارج. نحن جميعا مع معركة تحرير تعز، لكن يبقى قلع الفاسدين هي أم المعارك، وتلك الاحتجاجات لا هي تلبي عن إرادة الشارع، فقد فصح الكيل من السلطة المحلية التي تصدر الوعود كل الوعود ولا تفي بوعودها بالتغيير الحقيقي والحتمي للفاسدين، فهي تغير فاسدا تستبدل فاسدا غيره. فبطبيعة الحال أن تقريب المدرب خطأ والتلويث وتصحيح والتصحيح بالفاسدين والملوثين خطأ مرتين. فهذه الجموع الثائرة ما هي إلا نبض الشارع الذي يطالب بتغيير جميع الفاسدين ورحيلهم. فليس هناك أي ما يقصد به أن هناك افتعال شغب. يعني ترى بأن هذه المطالب التي ينشدها الشارع والمعاناة التي يعيشها سكان تعز لأكثر من سبع سنوات تبرر عملية محاولة اقتحام المؤسسات الحكومية اليوم في تعز؟ ليس هناك اقتحام، ولكن تم الدخول محاولة المطالب إلى السلطة المحلية. نعم، تم تسليم المطالب إلى السلطة المحلية، وهنا يتضح المقال. السلطة المحلية غائبة اليوم وهي في لحظة دوام رسمي، فجميع الموظفين الحكوميين اليوم غائبين في ظل أن هناك دوام رسمي لا يوجد لا يوجد محافظ المحافظة أو الوكلاء. فهذا يعتبر صورة حية والصورة بألف كلمة. جميع الموظفين الحكوميين والوكلاء المحافظة ومحافظة المحافظة غائبون في هذا اليوم، هو يوم دوام رسمي. فالشباب شباب الهب الشبابية للتصحيح ذهبوا لتسليم تلك المطالب التي صموا فيها آذانهم، ولكن الحقيقة فضحتهم أنهم لا يتواجدون في مكاتبهم وكان بإمكانهم مقابلتهم بكل أريحية. هل تم الاعتداء على المحتجين داخل المبنى من قبل قوات الأمن؟ لم يتم الاعتداء، وتم الدخول من البوابة أخي الكريم، ولم يدخلوا من النوافذ أو من أماكن أخرى، فتم الدخول سلميا لتسليم تلك المطالب إلى السلطة المحلية حتى يتم تحقيق الإنجاز الكامل لمطالب الشارع لإقالة جميع الفاسدين دون استثناء. طيب، وصفتم أيضا بأنكم ستقدمون على خطوات أكبر وتصعيدا مستمر ومتصاعد إن لم يتم الاستجابة لهذه المطالب، ما الذي تقصدونه؟ أي نوع من التصعيد ستنتهجونه؟ نحن على مر أكثر من شهر، وها هو الشهر الثاني يدخل في هبنا الشعبية أو الشبابية للتصحيح، فلم يتم أي خيارات فيها نوع من الجنوح نحو العمق. فجميع خياراتنا سلمية، وستظل الخيارات الثورية والتسليمية مفتوحة لنا، وسوف إن شاء الله في الأيام القادمة سنعلن عن هذه التصعيد في حينه. وصبرنا نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. طيب، قلت بأنه لا يوجد تجاوب من قبل السلطة المحلية لمطالبكم التي خرجتم من أجلها إلى الشارع منذ أكثر من شهر. طيب، دعني هنا أقتبس لك ما جاء في الاجتماع الذي انعقد البارحة بين السلطة المحلية وقيادات عسكرية
وأمنية، وأشار فيها وكيل المحافظة عارف جامل، قال: شكلنا لجنة مشتركة من المكاتب التنفيذية والمحور وإدارة الشرطة لدراسة تفعيل الموارد وإزالة الإشكاليات المتعلقة بعرقلة تحصيل الموارد بطرق السليمة ومحاسبة كل العابثين بالموارد وإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء دون استثناء. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ لن أجيب لك إلا كما قال أحمد مطر رحمة الله عليه، قال: أصبح الوالي هو الكحال فبشر بالعمى. يا أخي الكريم، إن الفساد متفشي في السلطة المحلية من أعلى هرم السلطة المحلية حتى أصغر موظف حكومة السلطة المحلية. فأقل مسؤول في حكومة السلطة المحلية يسرق ويختلس مليار و700 مليون، وجميعهم متورطون بالفساد، وجميع وكلاء المحافظة ومدراء العموم ومدراء المديريات متورطون أيضا بالفساد. فعن أي إصلاح وعن أي تشكيل؟ يعني لن تقبلوا بمثل هذه الخطوات من السلطة المحلية، وإنما تطالبون بإحالتها، يعني بقلعها كما تقولون أو بتغييرها كاملة. احنا لا نطالب بالحلول الجزئية أو أنصاف الحلول، فلا ترقيع ولا تدوير ولا تدوير للنفايات. فالأصل أن تتعامل السلطة المحلية بمسؤولية وطنية وتعزل جميع الفاسدين ومن ثبت تورطهم بملفات الفساد في المحافظة. فلا يقلع فاسدا يستبدل فاسدا بغيره، وتلك إجراءات معروفة عند الجميع. لكن ما يقوم به السلطة المحلية هي عبارة عن تخدير، وعبارة عن التفاف لمطالب الجماهير والتفاف على مطالب الشارع. فالأصل أن تجنح السلطة المحلية في حالة جميع ملفات الفساد الموجودة في درج المحافظ. حتى الآن ملفات الضرائب لم يحال، الواجبات لم يحال، الإيرادية بالملايين بل بالمليارات، ولكن لم يحالوا إلى القضاء ليقول القضاء فيهم كلمته. فنحن نطالب محاسبة جميع المسؤولين الفاسدين بل ومحاكمتهم واسترداد أيضا الأموال المنهوبة. فهذه اللجنة لا تعنينا ولا تمثلنا شيء، فكيف كيف يختار جزء من الجانب العسكري ليقوم بالإشراف على الجانب المدني وهو جانب إيرادات؟ هذا عبارة عن مغازلة للجيش والأمن. إذن تعترضون على لا يهتم إلى القلب. نعم، تعترضون على هذه اللجنة التي تم تشكيلها من عسكريين لأعمال كانت مخصصة للطاقم أو القطاع المدني. شكرا جزيلا لك الناشط الشبابي طلال الشرجبي.